بورح يتألق ويحقق مع الاتفاق الفوز الغائب منذ 8 جولات. مرحبا بكم أيها الجزائريون. تألق حارس مرمى الخضر رئيس وهاب بورحي مع ناديه الاتفاق السعودي في مواجهة الأهلي وساهم بشكل كبير في تحقيق الفوز الغائب منذ 8 جولات. وأدى بورحي مباراة كبيرة حيث تصدى لكل محاولات المنافس ببراعة ليتم اختياره رجل المباراة. واستعاد بورحي رفقة نادي الاتفاق نغمة الانتصار بعد 8 جولات كاملة من دون فوز، حيث حقق النادي 4 هزائم ومثلها من التعادلات. وعقب الفوز على الأهلي بهدف دون رد يحتل الاتفاق المركز 13 ب23 نقطة. وأعلنت إدارة نادي الاتفاق على التعاقد رسميا مع المدرب باتريس كارتيرو ليكون على رأس الغارضة الفنية للفريق.